تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام في هذا اليوم المجيد، هذا اليوم الذي نحتفي به برمز دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم 3 نوفمبر. إذن في هذا اليوم تتجلى كل معاني الوطنية، تتجلى معنا في احتفالية تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تكتسي وتتزين في جميع مؤسساتها وشوارعها بألوان العلم المميزة التي معها ننشد دائما حب الوطن والإقبال على التحدي والإصرار والعزيمة. وقبل ذلك ننشد قيم الولاء والانتماء لوطننا العزيز وقيادتنا التي نصطف جميعا خلفها في صورة مشرقة ومميزة من التلاحم. طبعا من بين المؤسسات التي تحتفي اليوم بيوم العلم هيئة الصحة بدبي، لذلك ارتأينا من خلال برنامج صحة وسعادة أن نحتفي اليوم بهذا الحدث، بهذه المناسبة الغالية. فسوف نفتح المجال أمامكم مستمعينا لاستقبال كلماتكم وآرائكم ورؤاكم حول مستقبل هذه الدولة في هذا اليوم المجيد على الأرقام 600-55-1414. فمن يرغب بالمشاركة المجال مفتوح أمامكم مستمعينا. دام الأمان وعاش العلم، إذن هذا هو شعارنا في هذا اليوم الذي نحتفي به بهذا برمز دولة الإمارات العربية المتحدة، علم دولتنا الغالي والعزيز. أيضا قبل ما نفتح معاكم المجال مستمعينا لاستقبال مكالماتكم، أنا بتوجه اسمحوا لي بس يعني إلى أعمال قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب الشيخوخة 2017، هذا المؤتمر اللي تنظمه هيئة الصحة بحضور حشد كبير من المسؤولين وصناع القرار يعني والأطباء والمهتمين بطب الشيخوخة من داخل الدولة وخارجها. باخذ هذه الرسالة السريعة مع الزميل يوسف سعد معانا عبر الهاتف. يوسف صبحك الله بالخير، وياليت يعني نختصر على أبرز ما جاء في هذا المؤتمر، تفضل يوسف. محمود زي ما تفضلت انت، صباح الخير اولا وصباح الخير اعزائي المستمعين وكل متابعين برنامج صحة وسعادة. قبل قليل محمود انطلقت قمة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لطب الشيخوخة، والقمة ديت ذات اهمية عالية
لاختصاصها بمناقشه مجموعه من قضايا المسنين وامراض الشيخوخه في العالم. افتتح معالي حميد محمد القطام رئيس مجلس الاداره المدير العام لهيئه الصحه بدبي اعمال هذه القمه بذكر مجموعه من الارقام والتقديرات الخاصه العالميه والمحليه، اشار فيها ان عدد السكان الذين يبلغون مرحله الشيخوخه سيرتفع من 900 مليون نسمه الى ملياري نسمه في الفتره الواقعه ما بين 2015 ل 2050. نفس الارتفاع على المستوى المحلي، قال معالي ان التقديرات تشير الى الارتفاع المتوقع لنسبه المسنين في الامارات من 6% الى 29% مع حلول عام 2050. معالي القطام اوضح في كلمته اهميه هذه الفئه الغاليه جدا من فئات المجتمع، فئه كبار السن، واشار لحضور المؤتمر او حضور القمه من الخبراء والعلماء والاطباء من داخل الدوله وخارجها الى مدى العنايه التي يتلقاها كبار السن في دوله الامارات ومستوى هذه الرعايه وكيف بدات وكيف سنت وكيف كفلت التشريعات والقوانين حقوق كبار السن ورعايتهم افضل رعايه. معالي اكد برضو ان فكره التعامل مع مرحله الشيخوخه تتجاوز في دوله الامارات النمط والصوره النمطيه العاديه في كثير من الدول على التي تتعامل مع الشيخوخه على انها مجرد امراض، واكد ان مرحله الشيخوخه هي مرحله تطور طبيعي للانسان، تطور طبيعي لوظائفه الحيويه، والقى الضوء على ما تقوم به هيئه الصحه دبي بشكل محدد فيما يتعلق بكبار السن من رعاية ومن أنظمة ومن تطوير لأقسام كبار السن وطب الشيخوخة في مستشفيات ومراكز الهيئة، وأشار أيضا إلى ما تقوم به الهيئة وما ستقوم به في خلال المرحلة المقبلة من تطوير مجموعة من المراكز التي ستكون بمثابة واحات رعاية متكاملة لكبار السن. طيب يوسف شكرا لك، وان شاء الله سوف نقوم ب يعني اخذ تفاصيل اكثر في الحلقات القادمه، لان اليوم نحن حلقتنا مخصصينها ليوم العلم. فشكرا جزيلا لك يا يوسف. كان معنا عبر الهاتف يوسف سعد من مؤتمر اعمال قمه الشرق الاوسط وشمال افريقيا لطب الشيخوخه 2017. اذا اللي حاب يشاركنا بعد الفاصل ان شاء الله بيكون المجال مفتوح امامكم مستمعينا لاستقبال كلماتكم بهذه الاحتفاليه بيوم العلم اللي ان شاء الله يكون يعني دائما رمز عزتنا ورايه مجدنا علم الامارات، علم اتحادنا ووحدتنا وتضحياتنا. فاصل وبعد الفاصل راجعين. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة في هذا اليوم المجيد. يعني نحن ارتئينا أن نخصص الحلقة وما بقي منها لاستقبال يعني تهانيكم بهذه المناسبة الغالية. يوم العلم هي مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الوطن وتجديد العزم ومضاعفة الجهود والعمل ليبقى هذا الوطن منارة تضيء نورا ودفئا وتقدما وحضارة لا تعرف الحدود. إذن نحن نقول كل عام وعلم الإمارات يرفرف شامخا، وكل عام وقيادتنا توجه دفة الوطن نحو بر النجاح بفضل رؤاها الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة. أول مداخلة عندنا اليوم مع سعادة ناصر البدور وكيل وزارة الصحة المساعد ومدير منطقة دبي الطبية. صبحك الله بالخير سعادة ناصر البدور، وماذا تقول في هذا اليوم الجديد؟ أقول صبحك الله بالنور أخوي محمود، جزاك الله خير وعلى فريق العمل اللي عندك ما شاء الله عليه، وأقول صباح الخير على علمنا وعلى شعب دولة الإمارات وقيادته الراقية الرفيعة.
وعلى طال عمرك المقيمين على أرض دولة الإمارات اللي اليوم أيضا شاركونا في رفع العلم. أستاذ محمود اليوم طال عمرك يوم العلم ويوم العز ويوم الفخر يا محمود. اليوم طبعا المبادرة اللي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه فرصة لتأكيد الولاء للقيادة الرشيدة التي استشرفت المستقبل وتمكنت من بناء نهضة كبرى ومضت قدما بوطننا الغالي إلى العلا، لتقف الإمارات اليوم في مصاف الدول المتقدمة وتصبح نموذجا عالميا يحتذي به الدول جميعا، وفي التنمية المستدامة أيضا مع المحافظة على نسيج المجتمع المتعاضد وأسلوب عيشة الرغيد وأصالة ترابه. صراحة يا محمود مجتمع راقي، مجتمع دولة الإمارات الله يحفظه إن شاء الله ويحفظ المقيمين على أرض دولة الإمارات. وهذا اليوم طال عمرك يوم العلم نأكد أننا متحدون أيضا في المسؤولية، نرسم بثقة معالم مستقبلنا في دولة الإمارات، ومتحدون في المصير ومتحدون في المصير لإنجاز اتحاد قوي إن شاء الله يجمعه المصير المشترك، ومتحدون في المعرفة لبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار، ومتحدون إن شاء الله في الرخاء لتحقيق جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستداما. أنا أقول كل عام ودولة الإمارات بخير، ونحن جنود العلم، جنود تحت راية هذا العلم. اليوم أخوي محمود من ظهرت في من البيت من الصبح وأشوف الأعلام ترفرف في المنطقة في الفريج وفي الشوارع الحمد لله، وعلى السيارات وفي كل مكان اليوم الأعلام ترفرف. يا أخي تحس بيعني القشعريرة وتحس بولائك لهذا العلم. اليوم الطلبة اللي في المدارس، الطلبة طال عمرك اللي الأطفال يمشون في الشوارع، الكل شال علم والكل حاط بدلة عسكرية واللي حاط يعني صراحة يعني منظر كبير ومنظر يعني كلنا نحتفل بهذا اليوم وكل يوم في هذه السنة برفع علم دولة الإمارات عاليا إن شاء الله، وعلى المؤسسات اليوم تشوفها في دولة الإمارات وعلى الشركات اليوم الكل رافع العلم الحمد لله. أغلب تشوف الناس في الطريق وفي الشوارع في دولة الإمارات، اللهم لك الحمد، الله يديمها علينا بنعمة يا أخوي. آمين يا رب. آمين. نوفق إن شاء الله هذا البلد المعطاء. آمين. ونحن نضل إن شاء الله دائما في خدمة هذا العلم نحن وعيالنا، ونشكر قيادتنا اللي تعمل ليل ونهار طال عمرك لرفعة هذا ومستوى هذا الشعب ورفعة أخلاقه. صراحة أخلاق كبيرة لهذا الشعب الإماراتي، الله يحفظهم إن شاء الله. وأيضا نشكر أخواننا المقيمين على أرض دولة الإمارات صراحة اللي يفرحون معانا بفرحنا. صحيح. واللي يقفون معانا ونتعلم معاهم طال عمرك في أرض دولة الإمارات. شكرا للجميع صراحة، وشكرا لهذا الشعب الأبي اللي نفخر فيه، وشكرا أيضا لجنودنا في كل مكان في دولة الإمارات أو في خارج دولة الإمارات، نشكرهم برفع علم دولة الإمارات. يعني يظل رافع علم دولة الإمارات والعسكري والجندي في دولة الإمارات صراحة تحية لهم من شعب الإمارات، الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ كل جندي يرفع علم الإمارات وكل مواطن يرفع علم الإمارات ومقيم. شكرا لهم جميعا صراحة، والله يحفظكم جميعا ويحفظ مستمعينك إن شاء الله. شكرا لك سعادة ناصر البدور وكيل وزارة الصحة المساعد ومدير منطقة دبي الطبية على هذه الكلمة الجميلة والمعبرة. نحن راح نستقبل اتصالات أكثر، ولكن قبل ذلك هنالك يعني رسائل كثيرة تقول وتهني مبروك عليكم يوم العلم، وأسعد الله الإمارات بحكامها وشعبها الطيب، وجعل أيامكم في خير وفرح ومسرات. وحد يقول علي يقول أن احتفالات الدولة بيوم العلم فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء مكانة الإمارات، جعله دوم مرفوع، ربي يحفظ الإمارات وشيوخها وشعبها الطيب، وجعل الله قلوبكم دائمة بالفرح. من تونس الخضراء في زيارة قصيرة وحي الإمارات، وهديكم أحلى تحية لكل المستمعين. إذن أيضا آخر رسالة بس بقراها بعد كذلك، أن أنا تابعكم من السعودية وأفتخر بالإمارات بلدي الثاني. نحن نقول لك الإمارات والسعودية بلد واحد، قلب واحد،
شعب واحد، قيادة واحدة بإذن الله. وأيضا يا لواء الشرف في السماء رفرفي، أنت نور وهدى، أنت ذخر للوطن. صباحكم صحة وتفاؤل، عاش العلم، عاش العلم. محمد الموعد هذا بعث لنا هذه الرسالة، ما ناخذ بعد اتصالات. إذا متواصلين معاكم مستمعين الكرام عبر برنامج صحة وسعادة، في حلقة اليوم خصصناها للاحتفاء بهذا الرمز الغالي على قلوبنا، علم دولتنا، علم دولة الإمارات العربية المتحدة. معنا الآن مداخلة كذلك من دكتور أحمد بن شلبان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور، وماذا تقول في هذا اليوم؟ طيب فقدنا الاتصال مع الدكتور. اذا نحن ما نستمر معاكم، نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله ما نتعرف. الدكتور معانا؟ لا، نطلع فاصل عيل، بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل معاكم لاستقبال يعني رسائلكم اتصالاتكم، وايضا ما نتعرف على بعض الفعاليات اللي تقيمها هيئة الصحة احتفاء بهذا اليوم. فاصل وراجعين. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. نور دبي، نور حياتك. راشد وين بتصير؟ بصير يوم المستشفى. ليش تصير المستشفى؟ تقدر تصير المركز الصحي، ترى أقرب لك ويوفر لك وقتك، ويقدم خدمات صحة الأطفال وطب الأسرة والسكري، وايد من الخدمات الصحية الثانية، والمستشفى تقدر تخليه للحالات الطارئة. مشكورة يا لطيفة، الحين بصير مركز صحي. توفر هيئة الصحة بدبي مختلف الخدمات الصحية التخصصية عبر 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية موزعا في إمارة دبي، كما تقدم خدمات الطوارئ والخدمات العلاجية على مدار الساعة في مركزي البرشا وند الحمر. الآن نحن أقرب إليك. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 800-342. خلاص قررت اسوي رياضه واخفف وزني. خبر حلو، بس لازم تاكل صحي. ما في عيوش برياني اخر الليل؟ اكيد كله اكل صحي. والخبر الاحلى ان تعاونيه الاتحاد مسوين عروض مفرحه على الاطعمه الصحيه ومنتجات العنايه باللياقه وغيرها. مع مبادره تحدي دبي للياقه، تعاونيه الاتحاد تطلق عروضها المفرحه على الاطعمه الصحيه ومنتجات العنايه باللياقه من 25 من اكتوبر الى 6 من نوفمبر، وخصومات اكثر مع بطاقه تميز. للمزيد 800-889 أو unioncoop.ae. نور دبي، نور حياتك. يوم العلم. إذن أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في احتفاليتنا في برنامج صحة وسعادة بهذا اليوم الجميل، يوم العلم. فكل عام وعلم الإمارات يرفرف شامخا، وكل عام وقيادتنا إن شاء الله بصحة وسعادة، وشعب الإمارات إن شاء الله من إنجاز إلى آخر. نحن متواصلين معاكم، فتحنا هذه الحلقة المجال لكم مستمعين لاستقبال كلماتكم وتهانيكم بهذه المناسبة، بمناسبة يوم العلم. أول مداخلة عندنا قبل ناخذها، بس نذكر بأرقام التواصل 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. دكتور أحمد صبحك الله بالخير، وشو تقول بهذه المناسبة؟ صبحك الله بالخير والنور. اليوم نحن نحتفل بيوم العلم. يوم العلم هو رمز لكرامة البلاد، رمز وعزة بلادنا، رمز كذلك للتضحيات اللي يقدمها جنود الإمارات. فنحن كلنا فخر واعتزاز بعلمنا، وإن شاء الله دوم يكون مرفوع عاليا على رؤوسنا ورؤوس إن شاء الله السكان الإمارات. فنتمنى إن شاء الله في هذا اليوم كل العزة والكرامة لدولة الإمارات
وإن شاء الله دائما صيوخنا دائما على رؤوسنا في عزة وكرامة وأعلى المناصب إن شاء الله إن شاء الله للكل والجميع. شكرا لك يا دكتور، ويعني نتمنى التوفيق دائما لكم في أعمالكم، وإن شاء الله مثل ما ذكرت أن هي المسيرة مستمرة. الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في عيادة الصحة بدبي. إذن هنالك الكثير من الفعاليات تقام حاليا في هيئة الصحة بدبي، نحن نبغي نتعرف على هذه الاحتفالية اللي تقوم بها الهيئة اليوم، شو عندكم في الهيئة، شو اللي مسوين في للاحتفاء بهذه المناسبة. مناخذ الأستاذ غانم عبد الله لوتا مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، صبحك الله بالخير أبو عبد الله، وخبرنا شو مجهزين، يعني أقل من نص ساعة إن شاء الله بنبتدي الاحتفالية، فخبرنا شو اللي مجهزينه للاحتفاء بهذه المناسبة. صباح الله بالنور والعافية بيوسف. أول شيء أحب أشكركم على اعطائنا هذه الفرصة. ثاني شيء بداية نود أن نتقدم إلى قيادتنا الرشيدة بإثنائيات الشكر والعرفان لترسيخها في نفوسنا جميعا هذه المشاعر الوطنية الراقية التي صهرت وعد إعتزازنا بعلم دولتنا بمعاني التحدي والعزيمة والإصرار. الحمد لله رب العالمين. يا أبو يوسف أنت لو تلاحظ أن كل مباني وإدارات الهيئة وقطاعات الهيئة تحتفل هي الموظفين بالاندماج، يعني شيء أقول لك شيء عيد فرحة. الحمد لله رب العالمين، هذا أقل شيء نقدر نشكر لها الدولة. الحمد لله رب العالمين على هذا على هذه النعمة وعلى هذه الإنجازات وعلى هاي الرؤية الواضحة اللي رسختها هاي القيادة الرشيدة. الحمد لله على نعمة الإمارات. اللهم لك الحمد والشكر. نلاحظ هذا بكافة قطاعات هيئة الصحة، نلاحظ هذا بكافة الإدارات بكافة الأقسام على كافة تقدر تلاحظ بكافة موظفين هيئة الصحة. صحيح. الحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله بنرفع العلم الساعة 11 في الإدارة العامة في مبنى الرئيسي للإدارة العامة لهيئة الصحة، كذلك القطاعات كاملة محتفلة بهذا الاحتفال في المستشفيات في الإدارات كل على في مستشفى راشد، مستشفى حتى، مستشفى الزيد، مستشفى لطيفة، في المراكز الصحية كلهم بيكونون يرفعون الأعلام في أماكنهم إن شاء الله. هذه بعض الاحتفالات. الحمد لله الأهالي الشعبية موجودة، التراث موجود، كل شيء تلاحظه في هيئة الصحة دبي. نحن شاكرين لك أستاذ غانم، ونتمنى إن شاء الله الاحتفالية نلحق عليها بس عقب البرنامج إن شاء الله بتلحقون عليها إن شاء الله يا رب، وكل التوفيق لكم. شكرا لك أستاذ غانم عبد الله لوتا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. العالم سلام، العالم سلام، سلام. إذن متواصلين معاكم مستمعين الكرام عبر أرقام التواصل 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وأيضا على حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai، وأيضا حساب نور دبي على الإنستغرام. إذن تحتفل الإمارات سنويا بيوم العلم تزامنا مع شو؟ مع ذكرى تولي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رئاسة
دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا كان قرار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أطلق يعني في عام 2013 حملة وطنية سنوية شاملة احتفالا بيوم العلم لتتزامن مع هذه الذكرى الطيبة، ذكرى تولي صاحب السمو رئيس الدولة مقاليد الحكم. ويعد يوم العلم إذن مناسبة وطنية يتم خلالها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات والبيوت وكل يعني منطقة في إمارة دبي أو في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعبيرا عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون. إذن ما ناخذ بعد كذلك الحين ما شاء الله اليوم عندنا القطاع الصحي متفاعلين معانا في هذا المجال، معانا الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي مستشفى لطيفة. صبحت الله بالخير دكتورة منى، وماذا تقولين بهذه المناسبة؟ صبحك الله بالنور أخوي محمود. أحب أقول أن هاي مبادرة غالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي عبر عنها سموه به نريد علمنا خفاقا على مبانينا ومرافقنا ومؤسساتنا، وجعلها ذكرى وطنية ترددها القلوب وتتناقلها الأجيال. نحتفل يا أبناء وبنات وطن بهذا العلم، نرفعه عاليا على قدر رفعة حبه في قلوبنا. دام الأمان وعاش العلم هو دعاؤنا دائما، ونسأل الله أن يديم علينا خيره ونعمه وفضله. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لك دكتورة منى على هذه المداخلة، ويا رب تحفظ الإمارات حكومة وشعبا، الشعب والمقيمين سواء مواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. طبعا أن أثمن ما يمكن أن يحلق في سماء وطننا الغالي هو علمها الشامخ، هذا العلم اللي كل ما شفناه تجلت أمامنا مشاعر الوطنية. فدائما كل ما يحلق عالي تحس بغلاط هذا العلم، فمو بغريب ان تحلق ارواح شهدائنا وابنائنا فداء لهذا العلم العظيم الذي نفخر به وسنظل نذود عنه. إذن يوم العلم مناسبة وطنية جميلة تعبر عن مدى حب وولاء وانتماء المواطنين لهذا الوطن الغالي ولقيادتنا الحكيمة. إذن هو يوم تجديد الولاء لهذه القيادة الغالية على قلوبنا، وتجسيد صورة مشرقة لهذا التلاحم ما بين الشعب والقيادة. إيمان المرزوق تقول: دمت يا وطن سالما شامخا، علمك يرفرف عاليا في سماء العز والفخر، ودمنا لك حما وندافع عن ترابك الغالي ونفديك بأرواحنا. هني رسالة أخرى تقول: اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار لبلادنا دولة الإمارات. إذا صباح جميل بإذن الله الواحد الأحد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ الإمارات من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتآمر المتآمرين، وارحم شهداءنا وانصر جنودنا المرابطين، إنك على كل شيء قدير. والحصاي يقول: مناسبة عزيزة علينا جميعا، هنالك بعض التحيات تأتينا من تونس ومن السعودية، عسى دوم مرفوع. إذن بعد عندنا مداخلة هنا، دكتورة ريم كلداري. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور يا يوسف، كيف حالك؟ الله يسلمك دكتورة. أنت من عيادة مركز البدع ها؟ الصحي البرشة اليوم. البرشة البرشة هي. تفضلي دكتورة، شو تبغي تقولي بهذه المناسبة؟ بس حبيت أصبح لك أول شيء لفريق العمل اللي وياك. شكرا لك مناسبتها اليوم. وحبيت أصبح على الوطن كله اللي يستمتع شعبه لعرس أنا أقول لا مثيل له، يرفع علمه عاليا خفاقا شامخا باسما. أحب من هالمنبر اللي هو العيادة عيادة البرشة أوصل تهاني لحكام الإمارات وأعضاء المجلس الأعلى وشعب الإمارات والمقيمين فيه بمناسبة اليوم العالم هذا.
اللهم أنعم علينا بالأمن والأمان واحفظ ولاة أمرنا. آمين. صباحكم إماراتي. شكرا لك دكتورة. أيضا ناخذ مداخلة مع الدكتورة ليلى المرزوقي. دكتورة صبحت الله بالخير، مدير مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي وأيضا رئيس مجلس السياحة الصحية العالمية. صبحت الله بالخير دكتورة، وماذا تقولين بهذه المناسبة؟ صبحك الله بالنور والسرور أخوي محمود، وطبعا هذه المناسبة مناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وشكرا على الاستضافة. فاليوم هو يوم العلم، مناسبة وطنية تحتفل بها دولة الإمارات كل يوم كل عام. ففي يوم العلم نحن دائما تتجسد مشاعر ومظاهر الوحدة والسلام والتلاحم بين أبناء الإمارات لهذا الوطن الغالي المعطاء. يجسد هذا اليوم ملحمة الوقوف خلف هذا الرمز الذي يعبر في كل لون من ألوانه عن قيم مجد الإمارات التي سطرت بإنجازاتها وشموخها أروع القصص أمام العالم. في هذا اليوم أخوي محمود رفع العلم فوق كل بيت إماراتي وفوق كل دائرة من الدوائر الحكومية، كما هو يرفع في قلوبنا طوال العام. ونرفع العلم في هذا اليوم يثير الشعور بالفخر والانتماء لتراب هذه الدولة الغالية والإحساس بالانتماء. وأن الاحتفال بيوم العلم من كل عام إنما هو احتفال بإنجازات تاريخية جبارة وبمنجزات عطاء طويل تحت ظل قيادتنا الرشيدة. فيوم العلم هو ملحمة إماراتية تعلي معالي الوحدة والشموخ ومنبع فخر لكل مواطن إماراتي. نجدد فيه في هذا اليوم العهد للقادة ونرد جميل وطننا علينا جميعا. ومن هذا المنبر أرفع أسمى آيات التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الوطني حكام الإمارات بمناسبة بهذه المناسبة. هذه المناسبة التي تجسد معاني الفخر والعزة، وفي النهاية أدعو لهذا الوطن الغالي بدوام نعمة الأمن والأمان. آمين. والرخاء والسلام، وعاش العلم يا إماراتنا. عاش العلم يا إماراتنا. شكرا لك الدكتورة ليلى المرزوقي مدير مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي. إذن رسائل كثيرة. صباح الخير الإمارات، معاكم دكتورة فاطمة خريبط من الكويت. شكرا لك دكتورة، استودعكم الله، نرفع العلم إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، استودعكم الله يا أهل الإمارات، واستودعنا الله جميع دول الخليج، اللهم آمين. إذن جميع الرسائل أحاول أقراها وأحاول أرجع لها. صباح الخير لكل الخليج في يوم العلم الإماراتي، أسعد الله صباحكم جميعا. رسائل جميلة جميعها تدل على هذه اللحمة ما بين الشعب وما بين الحكومة. إذن هي مناسبة عزيزة على قلوبنا، تنبع يعني أهمية إقامة يوم العلم من أنه يروي حكاية وطن وشعب مليء بالنجاحات والانتصارات والتاريخ المشرف والحاضر الرائع والمستقبل المضيء. طبعا عنوانه حكاية ولاء وانتماء لدولة أساسها الاتحاد. معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن الجسمي، مدير مستشفى المدير التنفيذي لمستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتور، وماذا تقول بهذه المناسبة؟ صباح النور السرور، ونصبح على المستمعين الكرام وعلى فريق الإعلامي الراقي المتميز في هيئة الصحة. نسأل الله عز وجل أن تستمر الأفراح في دولة الإمارات، ونحن نعيش يوم من الأيام الأفراح هذه. نستغل الفرصة ونهني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقيادة هيئة الصحة متمثلة في سمو الشيخ حمدان بن راشد رئيس هيئة الصحة، ومعالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة. في الواقع احنا في قطاع الصحي نحتفل بهذه المناسبة ونعقد العزم على ان نستمر
في العطاء لهذه الدولة الفتية ولمراجعينا في هيئة الصحة، يعني نقدم لهم كافة الخدمات المتميزة التي يتطلع لها أفراد الشعب، وأيضا تشرف عليها القيادة الرشيدة في الدولة، ونتطلع دائما إلى تقديم خدمات متميزة ويعني فرص لتوفير ما هو يعني جديد في قطاع الصحة. صحيح. وإن شاء الله يعني نعد القيادة والشعب الوفي والمقيمين على هذه الدولة أن هي الصحة إن شاء الله راح تستمر في تقديم يعني الخدمة المتميزة وال يعني توفير كافة سبل العلاج الحديث للمرضى والمراجعين. جميل. ونسعى دائما أن تكون مؤسساتنا يعني تقدم الخدمة على أرقى المعايير، ونحن يعني يمكن المستمعين يعرفون أن نحن يعني نمر في تجربة تقييم مستشفياتنا 7 نجوم إن شاء الله في القريب العاجل. جميل. إذن دكتور، هذا اللي تذكره كله أكيد تعبير عن الولاء لهذا العلم والولاء لهذه القيادة، ومن خلال تقديم أفضل الخدمات اللي تسعى الحياة دائما إلى توفيرها لجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. دكتور عبد الرحمن الجسمي، المدير التنفيذي لمستشفى دبي، شاكرين لك هذه المداخلة. إذن مثل ما قلنا أن هي حكاية ولاء وانتماء لدولة أساسها الاتحاد، فيوم العلم هو تعبير عن الهوية الوطنية الواحدة التي تجمع أبناء الشعب، حيث أن هذا اليوم من شأنه أن يضمن تعريف الأبناء والأجيال الجديدة بكافة حقبات التاريخ، تاريخ هذه الأمة، هذه الحقبات المشرفة والمجيدة. هذا اليوم يعني اجتمعت فيه دولتهم تاريخيا، ابتداء من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة واتهان بانضمام رأس الخيمة ليتشكل أو تتشكل هذه المنظومة الرائعة التي تسمى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني أنا قبل لا أختم بس أبغي ما ننسى أنه لازم نرسخ في هذا اليوم في أذهان الأطفال والكبار أنهم ما ينسوا أو ما ينسون إنجازات هذه الأمة وإنجازات الآباء والأجداد، وأنه لازم نمشي على نفس الدرب لتبقى بلادنا رمزا للتطور والازدهار والعيش الكريم. إذن هذه ملحمة، ملحمة الحب ما بين الشعب والقيادة. والله ودي أيمن أتكلم وقسما بالله في وايد كلام في داخلي، بس لأن الوقت ما أسعفنا، لكن أنا شاكر لكل المداخلات اللي جتنا اليوم، وشاكر لكل الرسائل اللي وصلتنا، وشاكر لكم مستمعينا طولة بالكم علينا، وأيضا نقول لكم كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير. وهذه أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد ولكافة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة من مقيمين ومواطنين، فلكم كل التحية، وحتى نلقاكم إن شاء الله في مناسبات غالية كهذه المناسبة نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة، وعاش علم دولة الإمارات العربية المتحدة شامخا مرفوعا في كل الميادين. إلى اللقاء.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.